هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو النهارده، سوري ان انا اتاخرت عليكم برضه في موضوع الفلاتر، بس لقيت ناس كتير قوي بتسالني عن موضوع الفلتر البنفسجي، فقررت النهارده ان انا اعلمكم ازاي نعمل الفلتر ده اللي بيخلي اللون بنفسجي، بيخلي الزرعه بنفسجي، واللبس وكل حاجه انتوا حابينها انتوا بتتحكموا فيها على حسب الصوره. طبعا احنا ممكن نشوف هنا الصوره قبل، كانت لابسه ازرق، الشجر كان لونه اخضر. بصوا هنا طبعا الفرق فظيع والصوره بقت تحفه. ممكن نشوف برضو الصورة دي نفس الفكرة. بصوا كانت لابسة أزرق والزرع عادي جدا أو الشجر، وهنا بقت لابسة بنفسجي واللون بقى حلو قوي. نفس الفكرة هنا برضو، شايفين تغيير لون الطرحة؟ الصورة دي طبعا من أقرب الصور لقلبي بجد، البنوتة دي اللي أنا صورتها فعلا. الصورة هنا بقت مشرقة كده ومنورة، والبنفسجي حرفيا منور الصورة ومخليها حلوة. وهنا برضو، وهنا برضو زي ما انتوا شايفين. طبعا في صور كتير قوي، انتوا بقى لو حابين تنفذوا معايا نفذوا خطوة بخطوة علشان تشوفوا الفرق قبل وبعد. النهاردة هنعمل الفلتر مثلا على الصورة دي، تمام؟ زي ما انتوا شايفين هي كانت لابسة ازرق، وهنا بقت موف والوش منور وحاجة زي القمر. كل حاجة بنعملها، مش النهاردة مش هنلعب في الكيرف خالص، عشان البنات اللي ما بتعرفش تظبطه الكيرف اللي هو ايه، اللي هو ده لو بنقعد ننزل وبنطلع وكلام كتير من ده، اللي هو ناس كتير ما بتعرفش تعمله. فعملتلكو الفلتر بدون كيرف خالص. هنيجي هنا دلوقتي عند علامة اللايت اللي هي تحت دي، بنيجي في الاكسبوجر بنخليها 24/100 او مثلا 34 على حسب الاضاءة ما انتوا حابين تعلوها، تمام؟ لو قريبة من الوش ما تعلوهاش قوي، لان اوريدي الاضاءة بتبقى جاية على الوش، فبنخليها 34 كويس. الكونتراست بنخليه 33، وبعد كده الهايلايت بنخليها على الاخر على قد ما نقدر، يعني مثلا سالب 100 سالب حاجة و90 على حسب الصورة بتاعتكم انتوا، طبعا بتشوفوا بتقرروا انتوا. الشادوز بنخليها 21. بعد كده بنيجي بقى في الوايت بنخليها سالب 67، تمام؟ طبعا لو جينا نجيب كده هنلاقي الابيض منور قوي، احنا بنجيبه ناحية السوالب علشان الظل بتاع الايد يبان كده في الشمس وتبقى الصورة منورة. البلاكس بنخليها سالب 31، تمام؟ ممكن تاخدوها سكرين شوت يا اخواتي كده، لو انتوا حابين تنفذوا معايا خطوة بخطوة اعملوها، لو حابين تاخدوها سكرين شوت خدوها سكرين شوت وابدأوا نفذوها، وبعد كده شوفوا الصورة قبل وبعد. هندخل بعد كده بقى في علامة التمبريتشر اللي تحت دي، هنخلي التمب 2، تمام؟ او 4، انا هخليها 2. بعد كده التنت بنخليها 2 برضو. الفايبرنس هنخليها 15، والسيتيوريشن 1. ممكن تاخدوها اهو سكرين شوت. اهم حاجه يا جماعه الوايت بلانس نخليها كاستم، مش بنخليها اي حاجه تانية، لان اوقات بتبقى معموله على اوتو. هندخل بعد كده في اهم خطوه اللي بتغير الالوان حرفيا من اخضر لاصفر لاحمر لبنفسجي، في الميكس، تمام؟ دلوقتي احنا حابين نخلي لون الشفايف شويه منور كده، ما يبقاش حاجه باهته. مثلا بصوا لو عملت كده، بصوا لو عملت كده بيبقى اللون ازاي. طبعا هنبتدي نغير في اللون الاحمر، كل ما بنجيبه ناحية السوالب كل ما الاحمر يعني بيفتح بيبقى جاي على بينك وروز، كل ما نجيبه ناحية الموجب بيجي على بني اللي هو الدرجات بتاعت البيج وكده. انا بجيبها ناحية السالب علشان يكون اللون منور كده، وطبعا دي انتوا بتحكموا فيها على حسب ما انتوا حابين لون الشفايف. طبعا لو هي مثلا خدتها اوريدي جايه على وردي، الاحمر بيبدا يغير في اللون بتاع الخدود، تمام؟ بعد كده الاورنج بنسيبه زي ما هو عشان ما نبوظش الصوره خالص، بنسيبه زي ما هو. والاصفر بندخل فيه، هنخلي الهيو سالب 9، والساتوريشن سالب 46، والليومنس سالب 60 او سالب 59، مش تفرق درجة من درجتين زي ما انتوا شايفين كده. يعني تابعوا معايا خطوة بخطوة. هنيجي هنا بقى عند اللون الاخضر، الهيو هنخليه سالب 100، تمام؟ والساتوريشن هيبقى 70، والليومنس هيبقى سالب 34، تمام؟ نخش بعد كده بقى في اللون اللي هو جاي على لبني كده، بنخلي الهيو 50، تمام؟ والساتوريشن سالب 50،
واليوم انا سالب 46. تمام، نيجي بقى في لعبتنا اللي هو الازرق. زي ما انتوا شايفين كده، لو جبنا الازرق عند السالب، شايفين اللون برضو ده تحفه، بس احنا النهارده الفلتر بتاعنا بنفسجي، فلو جبناه ناحيه السالب بيعمل لنا درجات الازرق، لو جبناه ناحيه الموجب هيعمل لنا درجات الموف. زي ما انتوا شايفين، انا شايفه ان 73 مناسب، او مثلا 80. الساتوريشن نفس الفكره، بصوا هنا بيخلي البنفسجي يتحول لرمادي، ولو جبناه هنا بيتحول لبنفسجي منور قوي، فانا هخليها في الوسط كده، خير الامور اوسطها. واليوم ننسى هتبقى سالب 55. تمام، هنيجي عند اللون البنفسجي، نفس الفكره، لو جبنا البنفسجي كده هنلاقيه بنفسجي غامق قوي، لو جبناه هنا هنلاقيه فاتح. هي الموديل كانت حابه اللون الفاتح ده، فانا سبته لها كده. ونفس الفكره اليونانس، طبعا انتوا بتلعبوا في الحاجات دي على حسب ما انتوا حابين، انا الدرجات دي هي اللي عجباني فعشان كده مختاراها، فانتوا لو حابين اعملوا نفس الخطوات اللي انا عاملاها. ونيجي عند اخر لون بنسيبه زي ما هو، بندوس على كلمه دون، بندخل في المرحله اللي بعد كده، وهي من اهم المراحل، المرحلة بتاعة التكستشر والكلاريتي، حرفيا بينطقوا الصورة. لو جينا مثلا نجيب التكستشر كده، بصوا هتلاقوا الصورة بقت ناعمة قوي، احنا مش عايزينها تبقى كده، احنا عايزينها شارب شوية، فبنجيبها ناحية السوالب مثلا 14 زي ما انتم شايفين كده، سوري ناحية الموجب. الكلاريتي بقى هي اللي بنجيبها ناحية السالب، بصوا برضو بتنعم الصورة ازاي، بس التنعيمة بتاعتها بتبقى مختلفة شوية، عشان كده انا بحب اخليها ناحية السالب. وطبعا دي اذواق كل واحد وعلى حسب ما هو بيحب، في ناس بتحب تخلي الوش شارب قوي ما يبقاش ناعم، يبقى طبيعي، فدي حاجة ترجع لكم. تمام، بعد كده الحاجات اللي تحت دي ما بنلعبش بيها، بنسيبها زي ما هي. نخش بقى علامة المثلث اللي في الاخر دي، وهي برضو من الخطوات المهمة، بنخلي الشاربنينج 16. طبعا احنا لو سيبنا الشاربنينج هنا زيرو، هتلاقوا كل الحاجات اللي تحت دي مقفولة، لو حركناها كده بنلاقيها اتفتحت. احنا هنخليها مثلا 18. بعد كده الديتيل والريديوس دي بتبقى معمولة زي ما هي. تمام، بنيجي هنا عند النويز ريدكشن، بتخليها 22 اهو. بعد كده ننزل لتحت، نخلي الكالر نويز ريدكشن 50. تمام كده نكون خلصنا الصورة بتاعتنا. طبعا احنا دلوقتي خلصنا الصورة، حاسين ان فيها حاجات محتاجة تتظبط، عايزين مثلا نعلي الاضاءة، بنيجي في الاكسبوجر هنا بنعلي الاضاءة زي ما انت شايفين، حاسين ان هي اضاءتها عالية وعايزين نوطيها بنوطي الاضاءة. فدي التكات الأخيرة بتاعة الشخص اللي بيعمل الإيديت، هو وذوقه. وبعد كده بقى هعلمكم، لو حابين تحفظوا البريسيت بتدوسوا على الثلاث نقط اللي فوق وبتختاروا كلمة create preset. تمام، تختاروا هنا الاسم، مثلا أنا عايزة أسميه purple، بندوس صح وكده البريسيت اتحفظ معانا في الفلتر. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لي لايكات كتير قوي عشان خاطر الفيديو ده يجيب مشاهدات كتير، واكتبوا لي في الكومنت حابين اقدم لكم فيديوهات عن ايه الفتره اللي جايه، وان شاء الله تابعوني لو لسه ما تابعتنيش، لان انا الفتره الجايه هنزل كواليس بقى للتصوير، الناس اللي بتحب الصور، الناس بتحب الايديت، الناس اللي حابه تتعلم لسه هدي كورسات. فكملوا الفيديوهات يعني، وتابعوني وكده عشان تتابعوا الفيديوهات بتاعتي اول باول. وبس كده، متنسوش تفعلوا الجرس طبعا على الكل. وبس كده، يلا باي.